المملكة العربية السعودية وبمشاركة العراق وعدد من الدول الأخرى اتخذوا قرارات من شأنها أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط كبير للغاية حتى نهاية هذا العام، وهذه قرارات هي مرتبطة بإنتاج النفط. فبالنسبة للمملكة العربية السعودية كانت واضحة ببيان رسمي صادر من وزارة الطاقة السعودية يوم أمس، بالإضافة إلى تقرير آخر صدر من الأسوشيتد بريس حول تطورات هذا الأمر وهذه القرارات التي ظهرت من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى. طبعا المملكة العربية السعودية ببساطة قالت اتخذنا قرارا بتخفيض إنتاج النفط السعودي بمقدار 500 ألف برميل للنفط يوميا، وسيبدأ هذا القرار وسنبدأ بتنفيذه من الشهر القادم من مايو حتى نهاية العام القادم. والسعودية ليست لوحدها كما تحدثنا، فالعراق أيضا مشارك في هذه المسألة ب 211 ألف برميل للنفط، أيضا الإمارات العربية المتحدة ب 144 ألف برميل للنفط يوميا ستخفض هذا المقدار الذي ذكرته لكم، كذلك الكويت ب 128 ألفا، كذلك سلطنة عمان، الجزائر، كازاخستان، كل هذه الدول ستقوم بتخفيض كبير بمئات الآلاف وعشرات الآلاف من البراميل النفطية يوميا، وهو الأمر كله سيبدأ تنفيذه الشهر القادم في مايو كما نتحدث الآن، ويصل مجموعه إلى ما يقارب 1.15 مليون برميل للنفط يوميا ستخفض من قبل هذه الدول. ما الذي سيفعله هذا التخفيض؟ طبعا على ما يبدو من الوهلة الأولى عندما ترى هذه الأرقام، هي أرقام كبيرة ولكنها لا تمثل في نهاية المطاف إلا 1% مما يحتاجه العالم من النفط يوميا، وهو ما يصل إلى 100 مليون برميل للنفط. هذا ما يحتاجه العالم، ولكنها كفيلة برفع الأسعار على الدول المستهلكة للنفط وليست المصدرة. المصدرة تريد ببساطة أن ترفع أسعار النفط لكي تستفيد من هذه الأموال. وطبعا الضربة الكبيرة هنا تأتي والأنظار تأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فالمتضرر الأول هي الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، حلف الناتو، لأن الأسعار سترتفع لديهم في الداخل وستضع المزيد من الضغط عليهم، بينما الأمر مفيد للغاية لروسيا. على العكس تماما، على روسيا سيكون الأمر مفيدا لأنها دولة مصدرة للنفط طبعا، وهذا يعني زيادة أسعار النفط، يعني زيادة الواردات المالية لروسيا ببساطة، ويعني أيضا بأنها قادرة على الخلاص من العقوبات مهما كانت هذه العقوبات القادمة الدولية، إن كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، بريطانيا وغيرها، لن تؤثر علينا. أخبار سعيدة جدا على روسيا، وببساطة الولايات المتحدة الأمريكية ترى مثل هذه التحركات كعداء لها، كشيء معادي لها في توقيت حرج للغاية، وأيضا يأتي كقرار مساند لروسيا من وجهة نظر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لأن روسيا بهذه الطريقة ستستمر في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بفاعلية كبيرة للغاية. وبمجرد ما جاء هذا القرار، ولحد الآن وحتى هذه اللحظة كما تحدثنا لم يطبق، بمجرد الإعلان ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% على المستوى العالمي، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يعني ببساطة بأنها بعدما تخلصت من التضخم الكبير الذي وصلت إليه بنسبة 9.1% في يونيو من عام 2022 مع بداية وبعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طبعا في فبراير من العام الماضي، تمكنت من الخلاص من كل هذا الضغط ووصلت إلى نسبة 6% من التضخم. هذا التطور الجديد الآن من عملية تخفيض إنتاج النفط بهذا الشكل الكبير الذي سيبدأ الشهر القادم قد يعني زيادة التضخم مرة أخرى وزيادة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الداخل الأمريكي، مما سيتطلب من الولايات المتحدة أن تقوم بسحب المزيد من الاحتياطية الاستراتيجية النفطي لها من أجل دعم الأسعار وألا يزداد التضخم ويتأثرون بشكل كبير، خاصة وأن هذا القرار هو لا يأتي لوحده. 1.15 مليون برميل للنفط هي ليست لوحدها أبدا، يجب أن نتذكر بأننا كنا العام الماضي في أكتوبر تحديدا كنا أمام قرار كبير من مجموعة الأوبك بلس، نفس هذه المجموعة قامت بعملية إعلان تخفيض 2 مليون برميل للنفط يوميا، وكانت هي في أكتوبر، لاحظ التوقيت هنا،
كانت قبل شهر واحد فقط من بدء الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر. قرار كبير جدا قبل توقيت مهم للغاية وجدته الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي بأنه إجراء معادي من المملكة العربية السعودية ومساندة طبعا لروسيا تحديدا في المواجهة الكبيرة التي نراها في أوكرانيا. وطبعا الحزب الديمقراطي كان يسيطر على مجلس النواب وعلى مجلس الشيوخ، وفي هذه الانتخابات كان من الممكن أن يخسر المجلسين للحزب الجمهوري، ولكن الحزب الجمهوري تمكن آنذاك من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، وبقي الحزب الديمقراطي موجودا في مجلس الشيوخ. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الأمر هو معاديا يأتي ضد الولايات المتحدة، توقيت محرج، من المفترض على السعودية أن تأخذ قرارا مختلفا، أن تزيد من الإنتاج لكي تزيد من إنتاج النفط طبعا يوميا لتزيد الضغط على روسيا، ولكنها تفعل العكس تماما. مع ذلك فإن المملكة العربية السعودية لا تأتي من هذا المنظور أبدا، هي تتحدث ببساطة بأننا أمام مشكلة اقتصادية عالمية قادمة، لذلك نتخذ هذه الإجراءات وهي إجراءات احترازية ليست فقط من السعودية وإنما من جميع هذه الدول، من ضمنها طبعا روسيا التي تنظر لهذا الأمر بجدية كبيرة للغاية، وذلك لأن هنالك ركودا اقتصاديا عالميا قادما للعالم، تحاول السعودية ومصدري النفط في هذه المنطقة الاستعداد لهذا الركود الاقتصادي الكبير. فعلى سبيل المثال تقارير مؤخرا صدرت كما تلاحظون في نهاية الشهر الماضي توضح بأن الركود الاقتصادي أصبح أمرا لا مفر منه أبدا، حتى بنك ومصرف جي بي مورغان المعروف كان قد تحدث بأن الريسيشن أو الركود الاقتصادي بأنه أمر مؤكد وسيحدث فعلا. وطبعا هذه الدول تحاول الاستعداد لهذا الأمر، تخفض إنتاج النفط، ترفع الأسعار طبعا لتحصل على المزيد من الكاش أو من الأموال لتكون مستعدة لمواجهة هذا الركود الاقتصادي ولتستمر في مشاريعها الكبيرة والمهمة. وهذا ما تحدث عنه هذا الشخص وهو كريستين أولريكسون، وهو أحد أهم الخبراء في شؤون الخليج في معهد بيكر في جامعة رايس الأمريكية الموجودة في هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية. هذا الرجل كان قد تحدث بأن السعوديون يريدون إبقاء الدولار أو يبقون أسعار النفط عالية بهذا الشكل بهذه الطريقة، وذلك لتمويل مشاريعهم العملاقة، لأن لديهم مشاريع عملاقة يريدون إنهائها من ضمن مشروع كبير تستمر فيه السعودية برعاية طبعا محمد بن سلمان. وطبعا هذا الأمر يعتبر مهما لأن رؤية 2030 بالنسبة للمملكة العربية السعودية يجب أن تستمر، ولا يمكن لأي ركود اقتصادي أو مشكلة اقتصادية في العالم أن تؤثر على هذه المشاريع. وبالتالي الأمير محمد بن سلمان مهتم بهذه القضية ولا يريد أبدا أن يتباطأ في هذه المسألة تحديدا. وطبعا بالنسبة لكريستين أولريكسون كان قد وضح هذه هي تعتبر الأولوية بالنسبة للسعودية، وهي تعتبر الأمر الأهم مقارنة بعلاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى. وعلى الرغم من المبررات التي نتحدث عنها بأن مبررات القرار السعودي، العراقي، الروسي، الكازاخستاني، الإماراتي هو يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة الركود الاقتصادي ومشاكل الاقتصاد، إلا أن هذا لا يعني بأننا لن نكون أمام توتر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. فالأسوشيتد بريس وعدد من الخبراء يرون بأننا أمام توتر وتوتر خطير، لأنك أمام أكثر من 3 مليون برميل للنفط تم تخفيضها خلال ما يقارب 6 أو 7 أشهر تحديدا لتضع ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب بسيط. الولايات المتحدة ترى أن الأمر سيكون مفيدا لفلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا، وهو فعلا سيكون أمرا مفيدا للغاية له، وذلك لأسباب مهمة للغاية، لأن التوقيت المهم الذي نتحدث عنه في مسألة قرار التخفيض تحدثنا بأنه يبدأ من الشهر القادم وحتى نهاية عام 2023، توقيت مثير للغاية. ففي نهاية عام 2023 في ديسمبر الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي سيناقش مسألة الموازنة الموجودة في للولايات المتحدة الأمريكية. فالحزب الجمهوري في مجلس النواب هو المسؤول عن الموازنة، وبالتالي مسألة الموازنة هي مرتبطة جزء منها كبير من عملية الدعم لأوكرانيا في الحرب في أوكرانيا. وطبعا الحزب الجمهوري كان واضحا عن طريق كيفن مكارثي قبل أن يصبح رئيسا لمجلس النواب وقبل فوز الجمهوريين في مجلس النواب، الرجل كان واضحا
بالنسبة لنا لن نوقع على شيك بياض لإدارة بايدن لصرف كل ما يريده بايدن لتذهب هذه الأموال لأوكرانيا لكي أوكرانيا تستمر في الحرب مع روسيا، لأنها تؤثر علينا أكثر من لقاء هنا كما تلاحظون في 18 من أكتوبر قبل أساساً الانتخابات النصفية العام الماضي، وضح بأننا لن تكون هنالك أشياء مضمونة جميعها لأوكرانيا والأموال ستصرف جميعها لأوكرانيا، حتى وضعوا عدداً من علامات الاستفهام أيضاً على العراق تحديداً وعدد من الدول الأخرى. وطبعاً الأمر كان واضحاً من CNN أيضاً، وجدت أن الأمور لن تكون سهلة أيضاً على مستوى تقديرات إدارة بايدن آنذاك، وجدوا أن الجمهوريين لن يقدموا كل شيء لأوكرانيا، وهذا قد يعني تغير المعركة بالكامل، وهو ببساطة بالنسبة لروسيا مسألة مهمة، هو يفتح الباب بأنهم سيكونون حاضرين وتفتح لهم فرصة كبيرة للحفاظ على المكاسب التي حققوها في إقليم دونباس في زاباروجيا وكذلك في خيرسون. فكل ما على روسيا الآن العمل عليه في ظل هذه القرارات النفطية بتخفيض إنتاج النفط على سبيل المثال وغيرها، بأنهم عليهم اعتماد والاعتماد على هذا النوع من الضغوط الذي يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ويضغط كذلك على دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بشكل كبير، مع استخدام أيضا المسائل النووية، التهديد بالنووي، نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، الضغط مثلا على إقليم ترانزنيستريا في مولدوفا، فتح أكثر من جبهة، بالإضافة إلى ذلك بأن علينا الصمود من وجهة النظر الروسية، نصمد أمام الدبابات حلف الناتو التي دخلت من التشالنجر 2 وغيرها، نصمد قدر الإمكان، ندمرها، ننهي هذه الدبابات، وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط كبير، لأن بداية العام القادم لن تكون هناك أموال كافية للولايات المتحدة طبعا لشراء السلاح لدعم أوكرانيا، وهذا ما سيجعل أيضا حلف الناتو أن يتراجع في مسألة الدعم مباشرة إن أخذت الولايات المتحدة هذا الطريق، بالتالي أوكرانيا لا طريق لها لعملية الانتصار أو النجاح في هذه المعركة، ويعني أن روسيا ستكسب الكثير وستبقى في مواقعها ولن يهددها أحد. هذه هي المعادلة التي تبحث عنها روسيا، واضح من القرار الذي يمتد في إنتاج النفط الذي نتحدث عنه وتخفيض إنتاج النفط من مايو إلى نهاية العام الحالي، فيه نظرة استراتيجية كبيرة للغاية. وطبعا الروس يحققون نتائجا على الأرض أيضا، يجب أن ننتبه، لديهم لازالت لديهم أشهر كبيرة لكي يحققون الكثير في عملية التقدم الذي يبحثون عنه. فعلى سبيل المثال إذا ما ذهبنا إلى الشاشة لكي نلقي نظرة على يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر، الرجل ظهر وهو أمام مبنى باخموت الحكومي يرفع العلم الروسي كما نلاحظ الآن، يرفع علمين في حقيقة الأمر، هو يرفع علم الروس، علم روسيا وعلم قوات فاغنر أيضا في نفس الوقت، ويوضح بأن على علم فاغنر تحديدا أن هنالك اسما لشخص معين مشهور، هذا الشخص هو فلادلين تاتارسكي، هذا الرجل أساسا كان قد تعرض إلى حادث خطير في 24 ساعة الماضية، هو يعتبر واحدا من أهم المدونين الروس، من أهم الداعمين والأصوات الداعمة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هذا هو فلادلين تاتارسكي الذي ترونه بهذه الطريقة، هذا الرجل فجأة كان جالسا في هذا المقهى الذي ترونه في سانت بيترسبرغ في روسيا تحديدا، وهو وعدد من المتابعين له، لديه عدد كبير من المتابعين على قناته الخاصة على التليجرام، فجأة حدث انفجارا وقتل فلادلين تاتارسكي بهذه الطريقة، وكان هنالك عشرات من الجرحى طبعا، ولاحظت الكاميرات بأن كانت هنالك امرأة بيّنت نفسها وكأنها أحد المتابعين لفلادلين تاتارسكي، وهي تدخل وتحمل صندوقا بهذه الطريقة كهدية لفلادلين تاتارسكي، وطبعا بعد ذلك ظهرت ها هي التي ترونها أمامكم، وهي طبعا المسؤولة تماما عن العملية، وهي تضع الصندوق بجانب فلادلين تاتارسكي، هذا هو فلادلين تاتارسكي، ويفتحون هذا الصندوق بهذه الطريقة، وبعدها ظهرت وهي جالسة بجانب فلادلين تاتارسكي لأنه أعجب تماما بهذا الصندوق الذي قدمته له والهدية التي طبعا قدمتها له، وهذه الهدية هي عبارة عن تمثال يبدو لشكل فلادلين تاتارسكي، أعجب به تماما، ولكن المشكلة أن هذا التمثال كان مفخخا وكانت فيه عبوة متفجرة من TNT، كان محشوا بالTNT من المتفجرات، وفجأة وبعد دقائق من هذا المنظر الذي ترونه انفجر هذا التمثال طبعا بوجه فلادلين تاتارسكي وقتله مباشرة، وتم إلقاء القبض
على هذه الامرأة التي ترونها أمامكم بهذه الطريقة، ونشرت صورة لها لعملية إلقاء القبض، واتضح بأنها على ما يبدو مجندة من قبل الأوكرانيين، وبأنها كانت خطة معدة بدقة للغاية لكي تتم عملية الاغتيال. وطبعا صادف هذا الأمر مع سيطرة قوات فاغنر على هذه المنطقة، ألا وهو المبنى الحكومي في باخموت الذي ترونه بهذه الطريقة. وأساسا المقهى الذي قتل به فلاد لين تتارسكي هو اتضح بأنه تابع ليفغيني بريغوشين، وبالتالي وضع اسمه ك ذكرى للانتصار طبعا من جهة، كرد على فلاد لين تتارسكي بهذه الطريقة. وأيضا لكي نتأكد هل فعلا بأن قائد قوات فاغنر كان موجودا في مبنى باخموت الحكومي وسيطروا عليه. طبعا كما نلاحظ المبنى الحكومي على ما يبدو بأنه هنا يأتي بهذه وبهذا الشكل، بأن هذا المبنى مدمر يبدو خلفه طبعا، وأيضا أن هنالك مبنى بهذا الاتجاه. دعونا نقترب منه ونقترب من هذا المبنى لكي نركز عليه، لكي نحاول أن ندقق في هذه المسألة، بما أن المبنى الحكومي لباخموت، المبنى الحكومي لباخموت هو معروف طبعا ومعروف لنا، نستطيع المقارنة بسهولة. هذا هو المبنى المدمر، وهذا هو المبنى الثاني الذي يبدو وكأنه بانحناء بسيطة، هنالك شباك، ويوضح بأننا أمام عدد من الشبابيك وبأنه نوعا ما ينقطع بهذا الاتجاه. المبنى يبدو خلف المبنى الحكومي بهذا الاتجاه الذي ترونه. إذا دعونا نتجه إلى القمر الصناعي بسرعة إلى مدينة باخموت، إلى مبنى باخموت الحكومي. عندما نقترب من هذا المبنى فإنك ستلاحظ أمام هذا المبنى، لنتوقف قليلا هنا، وهذا هو مبنى باخموت الحكومي الذي ترونه، مثل المبنى الذي رأينا طبعا هو موجود هنا كما تلاحظون بهذه الانحناء بهذه الطريقة. هنالك مبنيين شكلين لهذه المباني، يبدو بأن هذا المبنى قد يكون هو الأدق مما نتحدث عنه، خاصة إذا ما حاولنا الهبوط إلى أي نقطة موجودة في القمر الصناعي. مثلا هنالك صورة محدثة موجودة قبل الحرب، نستطيع إذا ما هبطنا هنا أن نلقي نظرة على المبنى الحكومي وعلى هذا المبنى لكي نستطيع أن نتأكد هل هو فعلا المبنى الذي المقصود. وبالتأكيد عندما نقوم بالهبوط بالقمر الصناعي ستجد نفسك أمام المبنى الحكومي واضح جدا، وأيضا أنت ستجد نفسك أمام نفس المبنى الذي ذكرناه، هذا الشباك واضح شبابيك طبعا، وهنا تتوقف بهذا الاتجاه شكل المبنى مطابق تماما، يأتي خلف المبنى الحكومي كل شيء متطابق. إذا ما عدنا إلى القمر الصناعي مرة أخرى بهذا الشكل، دعونا نأخذ هذه الصورة، بالتالي أنت ستلاحظ فعلا إذا ما هبطنا فإن هذا يعني تقريبيا من الصورة التي كان يقف بها هذا القائد المهم وهو يفغيني بريغوشين، يبدو بأنه كان يتوقف هنا والتقطت الصورة له طبعا بهذه الطريقة. ظهر هذا المبنى مدمرا، وظهر المبنى من خلفه الذي تحدثنا عنه، وهذا ما يؤكد فعلا بأن قائد قوات فاغنر موجود في هذا المبنى وطبعا متواجد بشكل واضح. والمدينة بهذا الشكل تعني بأن من الناحية القانونية قد سيطرت عليها روسيا، وبأن لا مجال للأوكرانيين بعد الآن كثير يعني على المستوى القانوني أو على المستوى الحكومي، ولكن القصة لم تنتهي، هذا ما يجب أن ننتبه إليه. القوات طبعا الروسية وصلت إلى كل هذه الطرق التي ترونها وتقدمت وسيطرت على المبنى الحكومي هنا، كل هذه المناطق أصبحت تحت سيطرتها تماما، نسبة كبيرة جدا الآن تقريبا هم متواجدين بهذا الشكل الذي ترونه، وطبعا يحاصرون تماما الأوكرانيين. واضح أن الأوكرانيين اتخذوا قرارا بالانسحاب لكي يشكلوا خطا دفاعيا من سكة الحديد ومحطة القطار الثانية الموجودة هنا التي ترونها، وأن يتحصنوا في هذه المحطة ويحاولون استنزاف القوات وقوات فاغنر قدر الإمكان، مع محاولة إبقاء المنفذ طبعا مفتوحا، وأن لا يسمحوا طبعا لفاغنر أو القوات الروسية التي تساندها من الأجنحة من أن تجد طريقها في إغلاق هذا الطريق، لأن أي إغلاق لهذا الطريق هذه القوات مضطرة لأن تنسحب مباشرة. وبالتالي نحن لسنا أمام ساعات قليلة، لا، الأمور مستمرة والأوكرانيين مستمرين في هذه المعركة رغم سقوط مبنى باخموت الحكومي، ولكن يبدو بأن الأمور تنتهي شيئا فشيئا لمدينة باخموت، وقرارات سياسية كبيرة من تخفيض إنتاج النفط، من المسائل النووية وغيرها قد تلعب أدوارا كبيرة فيما نراه في مثل هذه المعارك خلال 6 أو 7 أشهر القادمة، وتحديدا في إقليم دونباس.